في آب 2013 أصدر مصرف لبنان المركزي التعميم رقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة أو ستارتابس، معلناً بذلك ضخ مبلغ 400 مليون دولار أمريكي في السوق المحلي لدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي اللبناني وتوفير بيئة حاضنة لهذا القطاع والحد من هجرة الشباب. هذا البرنامج يسلط الضوء على هذا القطاع التكنولوجي المهم والإنجازات العديدة للشباب اللبناني المستفيد من هذا التعميم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ستارت اب 331. فابريكيد شركه نحن نفتخر فيها. اليوم سمحت لنا فرصه انه نقابل الماركتينج مانجر معهم حتى نتعرف اكثر على اخر نشاطات فابريكيد. بتبرعوا بثيابكم؟ انا كمان، بس انا بتبرع لفابريك ايد، مؤسسه اجتماعيه عمرها 3 سنين بلبنان، مثل كذا شركة، عندها مكاتبها، عندها مستودعاتها، ولهلأ عندها 30 موظف ثابتين، بس الأهم إنه هدفها اجتماعي أولاً ودايماً، يعني لا تبغي الربح. فابريك ايد بتجمع تياب مستعملة من ناس مثلي ومثلكن، بتنظفن، بتفرزن، وبترجع بتبيعهم بأسواقها بأسعار كتير رمزية. تبرع هين، وفي يكون جزء من حياتنا العادية. فابريك ايد عندها أكثر من 100 مستوعب بلبنان، وقريباً بصيروا 300. مواقعها هين كتير، بنقطع عليها كل يوم. البنك، البلدية، سوبر ماركت، حتى نوادي الرياضة، وين ما كان في مستوعب. عن جد وين ما كان هون بيصير كل الشغل. بيوصلوا تياب على مستودعات فابريك ايد، بعدين بيتقسموا على ايدين فريق مختص وبيتوزعوا فئات: تنورة، قميص، بنطلون، جاكيت. من بعد ما يتقسموا بيشوفوا يلي بده تصليح واللي ما بده تصليح قبل ما يروحوا على التنظيف، واخر شيء بيتجمعوا كلهم وبينطروا دورهم ليروحوا على سوق الخلنج. نسائي، رجالي، ولادي، كم طويل، كم قصير، واسع، ضيق، كله موجود بسوق الخلنج. سوق الخلنج هي الأسواق اللي فيها تياب مصلحة، مزبطة، مكوية، في واحد ينقل قطع العزو ويقيس هون. أو هيك بتعطي كل إنسان تجربة تسوق كريمة، وبتضل الشركة تقدر تستمر. فيكم تتبرعوا بكل أنواع تياب، جديدة، قديمة، حتى فردة كلسير، كلهم أنه المطرح بفابريك ايد. والأسعار موحدة بين 500 و 3000 بالليره اللبنانيه. كل واحد بينقي تيابه على ذوقه، بيدفعوا بفل بتجربه تسوق كريمه، كريمه كثير. اعزائي ستارت اب لبنانيه، نحن دائما كنا نجيب لكم اخبارهم، ولكن ما سمحت لنا فرصه انه نعمل معهم انترفيو. اليوم معنا الماركتينج مانجر لفابريك ايد، لوليا حلواني. لوليا مرحبا. مرحبا. بدنا نرجع شوي بالزمن. فابريك ايد صار لك سنه 2017، 3 سنين. بدي ارجع شوي معك بالزمن تنشوف بدايتك كيف مع عمر تاني وكيف بلشت. انا حضرت البيتش بالزمنات بال 2017، بس اليوم عم تابع الاخبار انه اسم الله ما شاء الله حالكم صرتوا متقدمين تمام. ايه نعم، نحن بلشنا مع عمر عيتاني الفاوندر تبعنا. عمر بلش عم يتبرع بالتياب لحدا محتاج، ولقى انه اغلبيتها التياب ما عم يقدر يلبسهم هالشخص، عم ينكبوا. عم يسأل ليه عم ينكبوا، لقى انه في ناس عم تتبرع لها بالتياب ما بيجوا التياب على قياسها، او يمكن مش ذوقها، او بركي عندهم اولاد صبيان عم يتبرع لهم اولاد بنات. فرجع قرر انه ياخذ هالتياب ويبلش يسأل الناس شو عايزين ويعطيهم هن شو عايزين. اوكي. ايفنشلي تحولت القصه لبوب اب ماركتس باسعار كثير رخيصه بعده مناطق، وبعد فتره صار عندنا هلا بيرمننت ستورز بنبيع فيها التياب، دائما فاتحه موجوده، بتعطي كاستمر اكسبيرينس مرتب، الناس فيها تروح تنقي اللي هي بتحتاجه. لما نقول تبيع تياب، عن شو عم نحكي؟ لانه كنا بلشنا نحن بدونيشن. يس. هلا صرنا عم نبيع التياب،
بس كيف الاسعار يعني what's the price range؟ تقلك لما نكون عم نشتغل donations you cannot sustain a project مثل Fabric Aid لانه نحن لما بيجونا تبرعات التياب عم ننظف عم نغسل عم نرقع عم نفرز في كلفة في موظفين في فانات في اجار محلات هيدا كله تسستينت نحن بنضطر نبيع هلا الاسعار اللي بنبيعها 500 ل 3000 يعني شيء جدا رمزي بقى كل شيء بانس 2000 ولا حتى كوست اذا بدك تصنعها بتكلفك اكثر بس لانه نحن جينا يهون تبرعات بنطلع كلفه بس التظبيطه والاوبريشن تبعيتنا يعني انتوا هلا فابريكيت از نوت فور بروفيت ما بتعمل ارباح ما بتعمل ارباح من وين عم بيجيكم فاندنج يعني في معاشات الموظفين في ناس في ناس عم تشتغل في ناس عم تنظف يعني في كلفه تنظيف وفي كلفه موظفين كمان صح از ات سستينبل انه على 2000 3000 بالقطعه انه تقدروا تضاينوا ايه هلا ان جي اوز اكيد نون بروفيت اورجانيزيشنز نحن وي ا سوشيال انتربرايز يعني نحن مسجلين اس ال بس ما بنعمل ارباح باي لو باي كومباني لو لما بلش نعم ما في ضرائب في ضرائب ندفع ضرائب نحن ندفع مثل كذا شركه مثل كذا شركه تانية نحن كيف بنطلع المصاري اول شيء لما بلش عمر بلشوا التيم مع بيتشز لكومبيتيشنز ربحوا اماونتس من مصاري من هدول الكومبيتيشنز وفي هانسم اماونتس وصلونا من بروجرامز مثل الفنار من برات لبنان من لندن دعمونا بنتشكرهم كثير على هذا الدعم وفي عندك كمان انجل انفسترز لبنانيه ومن ايجا كمان دعموا هذا البروجكت كرمال يغطوا التبليشه تبعت الاوبريشن ايفنتشلي مع كثره الاسواق اللي بتنفتح والترن اوفر العالي تبع التياب بصير فينا من ال 500 ل 3000 نطلع الكلفه تبعتنا اوكي هلا بعدنا نحن على اربع محلات سوق الخلنج اللي بيبيعوا من 500 ل 3000 ايفنتشلي لما يصير في اكثر محلات بنصير بنبيع اكثر تياب فينا نصير نسكر الاوبريشن تبعتنا لأ لما بيزيدوا التياب الأوبريشن نفسه لوريا بدي مع المشاهدين يعني walk us through it أنا عندي تياب ما بقى بلبسون ما بقى عايزون انسحب تعفط إلى آخره ما بقى يزبط علي بدي أعطيهم لناس محتاجين وين ببلش بمين هل بتصل على التليفون هل بفوت على ويب سايت هل كيف ببلش walk us through it أوكي نحن كفابريك ايد عنا مستوعبات بتقريبا كل مناطق اللبنانية عنا لليوم 100 مستوعب رح يصيروا 400 مستوعب موجودين بالسوبر ماركت بالمولات بالبلديات حتى على الطريق ما بيصير لهم شيء بينحطوا فيهم الناس يروحوا يتبرعوا بقلب هدول المستوعبات خليني بس من دون ما أقاطعك هون بس تعطيك ملاحظة عن المستوعبات أنا مرة لاحظت واحد من المستوعبات بس لاحظته كنت يعني هو كان محطوط حد سوبر ماركت إذا ماني غلطان لاحظته بعد رابع خامس مرة انه رحت على السوبر ماركت لانه اول شيء افتكرته وما تزعلي مني افتكرته برات كولا لانه اللون الازرق تبعكم والماركت الكولا كمان لون ازرق لبعدين استوعبت ولاني بعرف فابريك ايد عرفتي كيف فهل في شيء لون مميز او في شيء ابلكيشن او قادر اعرف انا وين النقاط تقلك شو نحن هلا البنز تبعولنا الناس تعودت عليهم انه زرق البراندينج الجديد تبعنا عم نبلش نفوت غير الوان عليهم لنفرقهم عن الريسايكلينج بنز تبعوا القنين المي عن مثل ما قلت براد البيبسي اتسترا ومش بس هيك البنز الجديد تبعونا مش مثل انت شفتون نحن انتقلنا من مستوعبات حديد لمستوعبات معمول من ريسايكلد بلاستيك يعني كل اشتغلنا بروجكت مع زياد ابي شاكر من سيدر انفايرمنتال عم بيعمل بتعرفوا زياد عم بيعملنا بنز معمولين من البلاستيك كيس النايلون تبع السوبر ماركت عم يعمل منهم بوردز وعم نعمل منهم بنز كل مستوعب في بقلبه تقريبا 32000 كيس نايلون يعني بنكون كمان عم نساعد الطبيعه هيدا رح يصير يلفت النظر الزياده انه شيء ما بيشبه المستوعبات الباقيه اللي بنشوفها هلا بالنسبه للشخص اللي بده يلاقي المستوعب القريب عليه في فوت لعنا على الويب سايت fabricaid.me بيفوت على الماب وبيلاقي اي اقرب واحد له اوكي والزياده بيقدر يتصل فينا ونحن بنبعث له شوفر قد ايه عندكم التوتال هلا عنا 100 اوكي ايه؟ في بلانز ل في بلانز ل 400 لقدام طيب رحت انا على واحد من هالبنز او المستوعبات شو بس بحط البضاعة بتحط التياب بقلبه أوكي. بس تتعبى محل ما محطوطه الشخص المسؤول عنا بدق لنا بقلنا تعبت البن نجي نحن بنفضيها وبناخذها على الوير هاوس بس ما بياخذ شيء ريسيت شغله لا. او نو بس نو. ما في شيء بس بتحط يس
هلا انا بدي احط حالي محل شخص محتاج. كيف بعمل؟ انت كشخص محتاج بدك، في عنا هلا صار 4 محلات، في عنا بعكار، بطرابلس، بوادي الزينه حد صيدا، وببرج حمود. في عنا ستورز لنا، في روح هذا الشخص بنقي اللي بده اياه، بيقيس، بجرب، كيف كانه فات على فل ريتيل اكسبيرينس، مغسلين معقمين، كله كله مكوي، معلق، محلات حلوه مرتبه نظيفه، الثياب اللي فيها ما بتبقى منقوره ولا مخزوقه ولا شيء، كله مرتب، بنقي اللي بده اياه، بيدفعها ثيابه وبيفل، كانه شخص عم يعمل شوبينج عادي بس بسعر سوبر رمزي. هذه الفكره كثير حبيت. اليوم انتم بلبنان، هل في بلانز انكم تطلعوا برات لبنان؟ او ما بعرف، يمكن اليو ان دي بي اللي عم بيساندوكم عم بيساعدوكم، يمكن تروحوا معهم لغير محل؟ نحن في باي ستاتستكس بنعرف انه في 77 مليون شخص بالعالم العربي ما قادرين انهم يشتروا ثياب باب اول او ثياب جديده. بقى اكيد نحن ما بيوقف شغلنا على حدود لبنان، نحن بلشنا بلبنان وعم نبلش نشتغل لنوسع لبرات لبنان. اول دوله رايحين عليها ان شاء الله هي الاردن within 2021، المفروض نحن كمان الاوبريشن كلها نرجع نعيدها بالاردن. لوليا، شو هن انواع الاسواق اللي عندكم اياها؟ يعني هل في كاتيجوريز مثلا، في شيء نسائي، في شيء رجالي، في شيء بالاعمار؟ لانه في محلات ولادي، في محلات نسائي، انتم عندكم هيك تقسيم ولا يمكنات افورد انكم تقسموا بهالطريقه؟ نحن عندنا من غير نوع، نحن الاولويه تبعيتنا انه نبعت الثياب على سوق الخلنج، سوق الخلنج هن اسواقنا اللي حكينا عنهم اللي ببيعوا من 500 ل 3000. فيهم رجالي نسائي ولادي. هلا الثياب اللي بتروح على سوق الخلنج وبترجع ما حدا بيشتريها، عادة بتكون كتير غريبة، كتير معرقة، حتى بهالأسعار، لأنه الواحد لما بتعطي customer experience بنقي شو عايز وشو رح يلبس لأنه عم يدفع. لما بتتبرع الناس معقول تاخد أشياء منا عايزتها. بقى في بضاعة بترجع منها بيكون يمكن كتير مفتحة، كتير معرقة، موديلاتها غريبة، ما كتير سوق الخلنج زبينه بحبوا هدول القصص. بقى هالتيب بترجع، نحن هالتيب بناخدها، في عنا خياطين انترنالي بالشركه بيقلبوها بيظبطوها، امرها بتبقى هي مثل ما هي، بتتنظف بترجع بتنكوى مره ثانيه وبتروح على ستور ثاني اسمه سكند بيس. اوكي، سكند بيس هو فينتج اند ثريفت ستور، عاده بقلبوا بضاعه موديلاتها قديمه غريبه، في ناس فاشنبل بحبوا يلبسون بطرق غريبه. هيدا المحل كان بجميزه، افتتحناه من تقريبا 8 شهور وراح بالانفجار، وهلا عم نرجع نفتتحه مره ثانيه بالمونو. اسعاره لسكند بيس بيجوا اغلى، اسعاره بيجوا من ال 30 40 الف، يعني بعضهم عدت البضاعه يعني لانه غير موديل. في غير تارجت ماركت. هلا ليه هو الاسعارنا؟ لانه ذي ستيل كثير ارخص من السوق، عم تحكي 40 الف، ما بقى في 40 الف بالسوق اليوم، بعدهم كتير بينعدوا رخاص، كتير affordable، والتارجت ماركت تبعهم هن قطعة معينة ما بتلاقي منها اثنين، فمشان هيك سعرهم شوي أغلى. ما في شيء specialized؟ يعني قصدي specialized إنه مثلاً مثل ما عم تقولي إنه هدولي ما حدا بيشتريهم، أنتوا أخذتون نوعاً ما عملتولهم recycling upcycling صح، أو عملتولهم مثلاً من قمصان أو بانطلونات صاروا هلأ يمكن برادي، ما بعرف، إنه في هيك شيء؟ في. هلا نحن تبعوا الاغراض سكند بيس اتس فاشن ستور عادي. هلا في عنا كميه الثياب بتجينا تقريبا 6% من الثياب اللي بتجينا اسمهم سكراب، نحن بنسميهم سكراب. هو الثياب كثير دامجد، ما بينضفوا لا بالسبوتينج ولا بالتنظيف، ولا قدرنا نحولهم من تنوره طويله لتنوره قصيله، ما قدرنا نظبطهم. هيدول بيروحوا لغير بروجكتس، في ناس بتاخذهم بتعمل فيهم مخدات، بنعمل فيهم جزدين، عم نشتغل على بروجكت جديد كمان كيف نعمل منهم بوردز للحيطان. هيدا بروجكت تاني، نوع تاني من اب سايكلينج. بعدنا شوي شوي عم نبلش نبلش. دخلتوا شوي بالصناعه انتم هون شوي. شو عم بتقدم لكم الدوله بهالمجال؟ لانه انتم يور سوشيال انتربرينورشيب، فالدوله في شيء عم بتقدمه، في شيء عم تستفيدوا فيه من الدوله؟ هلا في عنا البلديات اللي عم تدعمنا، عم بتحط المستوعبات عندهم، عم بيشجعوا الناس بالمناطق انهم يحطوا ثياب بقلب هدول المستوعبات. في عنا وزارة الشؤون الاجتماعية بتدعمنا، ونحن accredited منهم. بقى عادة لما نجي نتقرب من بلدي لنحكيهم بيطمن هيدا الشيء انه نحن نشتغل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، معتمدين. مثل كمان UN Environment for example، ما خصهم بالدولة بس UN Environment هن عطيونا accreditation
اللي كمان دعمتنا لنقدر نفوت على السوق، انه نحن مدعومين من هيك منظمه. عملتوا شيء مع اللاجئين؟ لانه اللاجئ ما بيقدر يدفع مصاري ولا حتى 3,000 أو 4,000. في شيء نعمل هونيك بالمراحل الاولى؟ هلا نحن المناطق اللي كنا نعمل فيها بوب اب ستورز هي مناطق احد مناطق فيها لاجئين، ونحن الستورز تبعولنا تبع العكار وطرابلس كلها زباينها من اللاجئين. ولا عم بيقدر يجي يشتري، لانه الواحد بيقدر ب 5000 ليره يشتري 10 قطع منا مسحه، يعني اتس ا فيري جود برايس. بقى حتى اللاجئ حتى لحديث هلا؟ ايه لليوم بيقدر اللاجئ $3 بهالسعر بعده عم بعدنا 500 3000، لانه نحن فكرنا بطريقه انه هالعالم اللي عم تشتري من عنا بعدهم معاشاتهم اذا في معاشات على ال 1500. بس كلفه التنظيف عاليه عندكم؟ ايه الكوست تبعنا عالي بكثير، مشان هيك غلينا بضاعه سكند بيس لا تقدر تغطي شوي عن اللي عم نخسره بسوق الخلنج. سكند بيس كنا نبيع قبل اسعار ب 20 و15، هلا صرنا ب 30 و40 لنقدر نغطي كلفه الاوبريشن كلياتها اللي ما عم نقدر نطلعه من سوق الخلنج. لوليا عن جد برافو. وعن جد مثل ما قلت بالمقدمه انه نحن كنا عم نتابع مع عمر ومع الفريق كله من فتره، من وقت ما بلشوا. انا رحت حضرت شخصيا، حضرت البيتش اللي انعمل بالبي دي دي بتذكر اول صح مره صح. بس عم تابع المسيره، بقولكم عن جد برافو كشخص يعني شاف البيتش بالبدايه وشاف اليوم انتم وين صرتوا. عن جد برافو، ونتمنى لكم كل التوفيق يا رب، وثانك يو على كل شيء عم تعملوا. ميرسي ميرسي، ثانك يو. كلك برع بتيابك بليز. هدول بستارت اب نيوز لليله رح نبدا مع زوم. زوم يلي شهد طفره غريبه عجيبه من وقت بدء عمليه الكورونا حتى الناس والشركات تتواصل مع بعضها، وخاصه ستارت ابس يلي بحاجه لاتصال دائم ويومي. زوم اول ما بلشت كان في شويه مشاكل خاصه بالانكريبشن، بس اليوم في اداه جديده رح نعرفكم عليها هلا من شركه اسمها اوتر. شركه اوتر وشركه زوم عم يعملوا هلا تعاون فيما بينهم. شركة أوتر هي بتعمل تكست تو سبيتش، يعني لما يكون واحد عم بيحكي هي بتقدر تكتب، ولكن الملفت للنظر انه هالشركة كتير جيدة باختصاص اللي هي بتقوم فيه. رح افرجيكم ديمو صغير كيف باجتماع لزوم بفتكر عم بيتناقشوا حول موضوع له علاقة بالضرايب بولاية فلوريدا، بس شوفوا على الشاشة على اليمين كيف الحديث اللي عم بيحكوه بين بعضهم، كيف أوتر عم بيكتب كل الكلام اللي عم بيحكوه حتى لما يخلص اجتماع زوم كل الحكي اللي انحكى مكتوب وبيقدر ينعمل ايميل وحتى بيقدروا يعملوا هايلايت. فخلونا نشوف كيف أوتر بتشتغل بالتعاون مع زوم. Can you speak specifically on how that works in particular? Yeah, you know, we have printouts on just about every single state in the United States. I think we have every state. We may be missing some. You know, work sharing programs. Let's just call them work sharing programs. That's one of the most common terms for this. هلا في حديث كمان، يمكن إشاعة يمكن خبرية، بعد منا أكيدين من الموضوع، إنه زوم في احتمال كبير إنه تشتري أوتر. فإذا هالشي تم هيدا، أوتر بتصير built in بقلب زوم. I went ahead because the person who wrote in a question, as Nicole's highlighting, is from Florida. So let me just read off the Florida one as an example, because the other states are going to be fairly similar to this. كنا من شهر تقريبا جبنا لكم خبر عن مشروع ستارلينك لشركه سبيس اكس. مشروع ستارلينك هو ضخ مئات من الساتلايت حول مدار الارض بس على علو منخفض جدا، مثل ما هلا شايفين بالفيديو انه ممكن مشاهدته بالعين المجرده حتى منه بحاجه لتلسكوب او اي شيء. هالساتلايت هدول بيعطوا انترنت من الفضاء، يعني لما يقطع الساتلايت بيعطي انترنت، ولما يقطع حول المدار وبيبطل يقدر يعطي ساتلايت لمنزل تقريبا بيجي الساتلايت اللي ورا منه وبيكمل محل ما الساتلايت الاولاني ترك. هالشيء هذا رح يسمح لكل مستخدمي الانترنت بالعالم انه يكون عندهم انترنت كونكشن من دون ما يكون في كابلات وتليفونات والى اخره، من الفضاء بياخذوا الانترنت. كيف؟ مثل ما نحن اليوم ناخذ ساتلايت دش، ان كان عربسات او النايلسات او هوت بيرد او كل هدول، بيحطوا دش صغير على البلكون، فينا نحط دش صغير على السطح او على البلكون ونلقط انترنت.
مثل ما بناخذ قنوات الساتلايت عبر دش صغير بناخذ الانترنت كمان نفس الشيء. ولكن في موضوع هون انه الحكومات اللي بتراقب الكونكشن يمكن ما يعجبها انه عم تجي شركه من خارج البلد، مش بس بلبنان بس بكل العالم العربي بكل القارات، انه عم تجي شركه عم تعطي انترنت كونكشن دون المرور بهيكليه الدوله او تراتبيه وزارات الاتصالات بمختلف الدول. هالشيء هذا يمكن ما يعجب بعض الحكومات، ولكن تقنيه جديده، وانا شايف انه هذا المستقبل ومتجهين لهونيك ان كان هلا او 5 سنين او 10 سنين. وبما انه بعدنا بالفضاء رح نروح ابعد شوي من غلاف الكره الارضيه الى القمر. مؤخرا مؤسسة الفضاء ناسا الأمريكية أعطت كونترا لشركة نوكيا قيمته 14 مليون دولار لإنشاء شبكة 4G على القمر. هلأ نوكيا والقمر و4G كيف ما بنعرف، بس الظاهر أنه ناسا عم تبني محطة على سطح القمر وحيتم إطلاقها بال2028، ولكن حتى الناس تقدر تعيشوا على القمر بدهم طبعا كونكشن، يمكن واتساب. فشركة نوكيا اعتمدت لي بكونترا ب 14 مليون دولار للبدء بإنشاء شبكة 4G على القمر. كلنا بنعرف أبليكيشن تليفون شازام. شازام هي أبليكيشن إذا بنفتحها على التليفون ونكون عم نسمع غنية بتقلنا هيدي الغنية شو اسمها وكيف، وحتى فينا نعمل داونلود إذا بدنا. هلأ جوجل عم تعمل نفس الشيء على جوجل سيرش، يعني ما في لزوم انه ننزل ابلكيشن جديده من جوجل، لا، جوجل سيرش نفسه صار يعمل نفس الشيء، ما في لزوم انه ننزل شازام. ولكن جوجل سيرش عم يعمل شيء اكثر من هيك، انه نحن اذا ما في لزوم انه نقدر نسمع الغنيه ونسمع التليفون على الغنيه، نقدر نحن نتنتم الغنيه وجوجل بيتعرف على النغمه اللي نحن عم نغنيها ودغري بيلقط وبيعطينا اسم الغنيه، وحتى فينا نعمل لها داونلود كمان. آه كمان. هذا كان كل شيء لليلة، نلقاكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس الموعد. إلى اللقاء.